have a party today. Wake up. Hug. بليز حطي لي كل ساعة في وعايزة كمان الاوردر برات كلها جنب البار. ايه الاخبار؟ صباح الخير مدام سفينة. اسمي باكينام ومحصوم لك يوم كامل على الصحيه متاخر. انت مش عارفه النهارده في حفله؟ وايه اللي انت لابساه ده؟ او تركت تلبسي حاجه تحت التيشيرت ده؟ انكسف يا مدام. تتكسفي؟ بكره بقى اجيب لك طاقه تاني. تعالي. مهمتك الوحيده النهارده عند الحوض ده، اي حاجه تتحط لك فيه تغسليها لي على طول. وخلي بالك على كاسات الكريستال. ثمن الواحده منهم بمرتب شهر كامل من عندي. لو حاجه اتكسرت هخصمها من عليكي. فاهمه؟ بعد الحفله عايزه البيت زي الفل، وبكره الصبح تبقي تغسلي السجاجيد. فاهمه؟ I'm going to get dressed. عايزه كل حاجه تبقى perfect. ايري؟ Yes, madam. Please keep an eye on her. I don't want any mistakes. Okay, madam. Thank you. اعمل ايه يا ستي؟ I don't speak Arabic. اعمل ايه يا عمرو؟ خدي اغسلي الحله الفاضيه دي. بركة ان لقيت حد بيتكلم عربي في البيت ده. خلاص يا بطل يا راجل. I want to wash this pan. When I finish, I want to wash all the remaining dishes. ناس المره دي انا وباكي اتبسطنا قوي الحمد لله. طب الحمد لله. اخبار البوت اللي كلمتني عنه ايه؟ يا نهار اسود يا رامي، انا شفت واحد بي لاينر قمر، بس الهانم قفشت عليها ما خلتنيش اشوفه. انت عارف انا عاوز اشتري واحد جديد. انت عمرك ما قلت لي حاجه زي كده. سيبك يا معلم من الكلام ده، لو انت فعلا سيريس في موضوع الشراء، انا عندي واحد صاحبي شاريه من اناونسمنت تقريبا ما لمسوش. انا زيت من البرنات. اتس سو بورينج. ام جوينج بلوند. نو اي جو هايلايت موضه جدا. اتس سو اند You have no idea. Yeah, yeah. Nadia, I'm late. I'm so jealous. I'm with you. I'm with you. I'm with you. The glasses and the dishes before you sleep. Good night. رضا
انا عديت عليك يا سجن القناطر، ياما عديت عليك يا سجن القناطر، وكنت بلوم على سكانك. صبحت انا من ضمن سكانك، صبحت انا من ضمن سكانك، سندت ايدي على الحيط حسيت، سندت ايدي على الحيط حسيت بالظلم ودموع الغلابة، بالظلم ودموع الغلابة. يا رب دي حكمتك أعيش بلا أحباب وامشي في طريق الاسى واشوف ليالي عذاب، امشي في طريق الاسى واشوف ليالي عذاب. ده انا من صغر سني، صغر سني بالهموم انصاب. هاري اسود، ايه الاحتفال الحزين ده؟ البنت بصي خارجه بكره، بتعدتي عليها؟ امال اللي واخده اعدام كنت عملتي فيها ايه؟ ما شاء الله يا نسوان، يلا يا مره انتي وهي سمعونا صوتكم. كفاياكي بقى يا شيخه، بكفاياكي الغم والنكد ده، طفحت الله احطي على صدري. طب والله العظيم الدمعه كانت بتخر من عيني. رايقه رايقه، مالك يا اختي قلبها نكد ليه؟ خاطر فكي يا بيت. سجاير ايه؟ فرفشي. مالكيش حجة. جماله يا جماله يا جماله. بقى جماله. أيوة يا بقى جماله. يا أمّا. يا جماله. يلا أنا هتاكلك والله. يا جماله يا جماله يا جماله. يا جماله. عنبرنا الحظ اداله. يا جماله. وبوسي في العربية. يلا يا جماله. يا حبيبتي. طالعة الحرية. يا جماله. إفراجها أحلى. بوسي في العربية. يا جماله. يلا يا سؤال. يلا يا بنت بالعيش والملح اللي انت واكلاه. افراجها احلى هدية. يا جماله.
الزمبليطه دي وما جالكيش الشوق انك ترقصي؟ ايه نصفحها؟ يا اختي هزيها الناس لبعضيها، فكيها، خلي ربنا يفكها علينا، خليها تزح وتحلو. مالك يا بنت؟ بقيتي قطمه وكبه وعامله زي دود القطه. يا ستي انا قطمه وكبه ودمي يلطش، حل عني بقى يا سكر. يا لهوي، انتي قطمه؟ انتي كبه؟ انتي عسل؟ طب حاسبي احسن تلزقي. فشر يا بت، ده انت ملكة المزاج كله، وانا لسه هعرفك. انا يا اختي مش عايزه اعرفك. ابعدي عني بقى، حلي عندي ايدي ايه؟ ما بتفهميش؟ فشر يا بت. ايه؟ اوعى تكوني فاكره يعني ان تكونتك على السرير دي منقصانه حاجه. لا يا حبيبتي، ده انت لولا ملازمتنا ليكي كنت شفتي بلاوي. البلاوي ما شفتهاش غير من ساعه ما مشيت وراكي انت وبناتك دول. طول مصحف والختمه الشريفه اللي ما ختمتها ولا مره، الاتنين دول بيحبوك اكتر مني. تصدقي ده انت اكله شاربه نايمه هفره ما حدش. ايه بقول لك؟ ايه احنا عاملين عليكي؟ احنا كلها كام شهر وماشيين وانت قاعده بعدينا شهور، والناس حلوه معاكي هنا عشان انا في ظهرك. بكره اما امشي تعرفي قيمة خالتك يا حبيبتي. يا ستي مش عايزة أعرف، أنا بقى ولا عندي خالة ولا عايزة منك حاجة. غوروا بقى، لمي بناتك وحلوا عني، عايزة تنسي الصورة دي. ده أنا أعرف. بس يا كمان هتفتحي بقك وتتكلمي يا حبيبتي. هتفتحي بقك ملايكة. يا أختي ده فاكرة إنهم ملايكة؟ لا يا حبيبتي، دول ما يصدقوا يلاقوا واحدة وحدانية ياكلوها كده ويبلقوا بالحاجة الساعة كمان. يا ليلها ياما دي مش فاهمة حاجة. ماشي يا ستي، أديكي قلت. يلا بقى يلا بقى، خلوني خلوني. خليكي قاعده كده لما تحيي، خليها تزهزه يا اختي. يا دي انا قرف قرف. خنقتوني خنقتوني. دلوقتي بس ما تقولي الست، وحشتيني يا بنت. وحش إيه؟ لما يلهفك يا اختي فيه ايه؟ مالك يا غالي يا مال؟ يا لهوي، ده انت بتولدي يا بنت، بتولدي. يا لهوي، ده القرن. ايه اللي حصل؟ غالية ازواج، غالية بتولد، غالية بتولد الحوض. امشي واخرجي بره. الله، ما وحشتكيش يا بت؟ لا ما وحشتنيش، واخرجي بدل ما الم عليك الناس. ليله امك مهببه يا جعفر.
احلى النوم على الكلام. تعال وشوف يا ابو سمير، تعال وشوف يا ابو سمير، يا احلى النوم. يا بطشي يا بطشي يا بطشي يا بطشي يا بطشي يا بطشي يا تعالي لي هنا، تعالي لي هنا. ايه اللي انت بتسيبيها؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش عارفه ان هند بنت من بناتي؟ مش مستحمله نفسك؟ يا واطيه المشاكل يا بنت الكلب يا واطيه. المربيه بتولد وسامعة كمان في عركة في عنبر 11. حاضر حاضر حبلغ. حاضر بسرعة يا حسين. يا رب يجيب ساعة طيبة يا غالية يا رب. أيوة يا باشا، في ولادة في عنبر الأمهات وعركة في عنبر 11. حاضر يا فندم. حاضر ربنا ينتهك بالسلامة يا غالية يا رب. احنا يا تعال حبيبتي تعال، بس خلاص عملت فيكي حاجة؟ أمال مالك بتترعشي كده ليه؟ معلش حبيبتي خدتي الإفطار وربنا ما انتي قاعدة في العنبر ده ولا يوم. افرموهالي بنت الكلب دي، فو عليكي. تعالي حبيبتي تعالي تعالي. عشان تحرري تعملي كده تاني مره. اقعدي يا حبيبتي، دي حاجه بتوجعك؟ انا مش عايزاك تخافي ابدا، طول ما انا هنا محدش يقدر يمس شعره منك. انت بنتي يا بنت سامعه. ربنا يخليك ليا يا ماما. متأكدين انها بتولد؟ بتولد؟ الحمد لله هم جم. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب يجيب لك ساعة سهلة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. احسان ايوه، خد المفتيه دي واطلع على عنبر الامهات. حاضر. وانت على المستشفى، وانت تعالي معايا. خد خد على المستشفى. يلا يا حسن ورايا. حسن مدي اجلس بقى، انت افتح العنبر. يلا افتح الباب. وسعي 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 وسعي. يا غالية يا حبيبتي. يا غالية في ايه؟ طب يلا قومي. مش كده؟ يلا يلا حسين حسين. يلا يلا ايدك معايا. يلا لازم نوصلها المستشفى. يلا 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 بالراحة. مادي حبيبتي. بالراحة. خد اقفلي اقفلي يا عمر. اسمعي عليك يا غالية. في ايه؟ ده انت رحت العمليات؟ بلغت امي محضراها يا دكتور. لا تمام يلا. انا معاك انا معاك. ربنا يجعلها ساعة خفيفة عليك يا حبيبتي إن شاء الله. اجمدي كده يا غالية. مش قادرة بلا اجمدي يا حبيبتي. أوانها يا إحسان. يا أختي أوانها ولا مش أوانها؟ الدكتور بتاعنا إيده زي الفل، تتلفف حرير، ما تفرقش معاه الحاجات دي. حبي يا حبيبتي أحاول أوصل لأبوه. لا طب تعصبيش بالراحة بس. معلش. على مهلك يا حبيبتي. إن شاء الله ربنا هيومك مجبرة الخاطر يا غالية. لا ده انت زودتيها قوي يا جعفر. انت مش ناوي تتعدي ولا ايه يا ست انت؟ تلاقيه جتت والله يا باشا. اخلصي خالص. حاضر يا باشا.
مين اللي شافها فيكم؟ انا اللي شفتها يا باشا بعناية دول، وهي بتتسحب لك لما تدخل على يد الحمام. سجانات العنبر اكدوا نفس الكلام يا باشا. طب اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ اللي تأمر بيه حضرتك. تشريدة يا جعفر. حقك عليا يا باشا. اقراسي خالص. اخر مرة والله يا باشا. صباح. حقك عليا يا باشا. والنبي يا باشا والنبي. نعم يا باشا. خدي جعفر ان ليه عنبر الاموال العامة. حاضر يا باشا. عنبر الهوانم ده لا والنبي يا باشا. ابو سيدك يا باشا. والنبي يا باشا بلاش عنبر الهوانم. عزيزة. المرة دي بس انا هكتفي بحرمانك من ساعة التريض. المرة الجاية التشريد هيبقى من نصيبك انت. مفهوم؟ أوامرك يا أيمن باشا. اتفضل. يلا حبيبتي. تصبحي على خير يا أم سيدة. معلش حبيبتي تعبتي معانا. تعبك راحة يا حبيبتي. شفتي بقى خدتلك بطريق ازاي؟ ولا يهمك. تعرفي يا بت، انا صحيح ربنا ما رزقنيش بعيال، بس سبحان من جمعنا في الحبسه دي. من ساعه ما شفتك دبت في قلبي محبتك. تقوليش بنتي اللي ما جبتهاش. ربنا يخليكي ليا يا يما، ولا يحرمنيش منك ابدا. بالك البنات كلهم في كفه وانتي في كفه. حاكم اللي بتبناهم دول بيبقوا واقف في رقبتي زي الفرد تمام. لازم اديه. انما انت يا بنت بقى محبتك زي السقوطه، لا بيكون ليها سبب ولا بتيجي بميعاد. نامي حبيبتي وما تشيليش هم. ان شاء الله جوازتك عندي هجوزك اجدع واد من صبياني. يلا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهله يا ماما. ممكن اعرف دلوقتي وضع الولد ده ايه بالظبط؟ وضع الولد ان الولد طبيعي عليه هو ابوه. الله يفتح عليك يا استاذنا. ازاي الكلام ده؟ الولد ده ابننا لازم يعيش معانا. ده لما ابوه يموت ان شاء الله يبقى يعيش معاه. ان شاء الله يا رب. ما بقاش ابوه عايش على وش الدنيا ومدور في وضع. يا جماعه ايه؟ استاذ احمد بعد اذنك لم مراته. مش مشكلتنا. بعد اذنك يا استاذ احمد لم مراته. يا جماعه مش مشكلتنا الولد دلوقتي. الولايه حاجه والحضانه حاجه ثانيه. وممكن حضرتك تخلي الجده ترفع دعوه بضم الطفل حضانتها رسمي. طب ده بالنسبه لموضوع الحضانه. انا بتكلم على الفلوس. الفلوس يا استاذنا. أيوة. مين اللي مسؤول على الواد ده لحد ما يتم 21 سنه؟ انت طبعا. قول لهم اهو بالقانون اي حد فيكم يفتح بقه ما لهمش عند الا الكذب. يا استاذ احمد انا بقول لك انت، انا بكلمك راجل لراجل. تلم المدام ويا دار ما دخلك شارع. بس يا استاذ اوعى يا حرام. ده بس يا استاذ يا حرقة قلبي على ابني. هي الزفة
افرضي خاطري قبل احسن. لا يا حبيبتي ما تخافيش، عيال كتير قوي بتولدوا عندهم الصفرة وبعد كده بيخفوا، بس شكله كده طلع عصبي زيهم. بقول لك ايه، انت مش هتشيعي لابوه عشان يعرف؟ ابو مين؟ انت عارفه مكانه فين؟ انا وانا هعرف منين؟ اسالي بنتك. بنتي؟ بنتي ما تعرفش مكانه، هتعرفه منين؟ بنتك عارفه كل حاجه، هي وابوه هما اللي دخلوني هنا. اسمعي يا غاليه، في حاجه يا حبيبتي انا عايزه اقولها لك. انت غلاوتك عندي زي غلاوه بناتي بالظبط، ما تقليش عنهم اي حاجه. وصدقيني والله يا حبيبتي انا لو اعرف حاجه لا يمكن كنت هسكت، انا ما اعرفش حاجه. انت متاكده يا هدى ان السفره دي مش خطر؟ هما اللي عندهم السفره بيبقى احلتهم كده، علشان كده بنحطهم في حضانه. احمدي ربنا ان مدام موجد لما سمعت من الدكتور ان مفيش حضانات هنا على طول شيعت ابنها عشان يجيب حضانه. ربنا يا حبيبتي يوقف لك ولاد الحلال دايما يا رب. ان شاء الله يا غالية ربنا هيزر الحق وهيفك دقتك بإذن الله. ها ما قلتيش هتسميه ايه؟ سعيد، عشان يكون سعيد. ربنا يحفظه لك يا رب. يا رب.